بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ذا ريد ارت لاب. ده الفيديو رقم 32. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي. كنا قلنا ان احنا بقالنا حوالي 14 فيديو بنتكلم على تامين الويندوز 10. خلصنا فيهم اجراءات كتير قوي وشفنا ازاي ان احنا نقدر نامن ويندوز 10 بشكل ممتاز. ثواني يا جماعه، عفوا. فقلنا ازاي ان احنا نأمن ويندوز 10، وكان في اجراءات كتير قوي اخدناها، وفي منها حاجات مناسبه لبيئات العمل زي الشركات الكبيره او الشركات المتعدده الفروع او اللي بنسميها المالتي ناشونال يعني، وفي حاجات تانية ما تنفعش لان بعض التوصيات دي مفروض انها مقدماها او اللي مقدم التوصيات دي وزارة الدفاع الامريكية ووكالة نظم المعلومات الدفاع الامريكية. فقلنا ان في حاجات تنفعنا وفي حاجات ما تنفعناش، لان الحاجات دي او التأمينات دي معمولة بشدة جدا، لانه البيئة اللي زي وكالة الدفاع او وكالة نظم المعلومات دي بيئة فيها معلومات سرية، فلازم دايما يكون تأمين الانظمة اللي في المؤسسات دي يكون قوي. فاحنا ناخد اللي يناسبنا وناخد ونسيب اللي ما يناسبناش، تمام. وقلنا نجرب اي توصيات من المنظمتين دول، نجربهم الاول في بيئه وهميه قبل ما نبتدي نطبقها في بيئه العمل. وكنا الفيديو اللي فات ابتدينا بقى نخش في مش تامين الويندوز 10، تامين الويندوز سيرفر 2019، واتكلمنا على شويه حاجات. خلاص، وبرده زي ما بنقول يا جماعه، تامين الويندوز سيرفر طبعا اكيد مهم لانه ده عليه كل الانظمه المهمه اللي لينا. على سبيل المثال، الدومين كنترولر عليه ويندوز سيرفر، الدي اتش بي عليه ويندوز سيرفر، وبنتكلم تحديدا على تامين الويندوز سيرفر 2019. طيب، كنا وقفنا في المره اللي فاتت عند التوصيه دي، حاجه بتقول ويندوز سيرفر 2019 شيرد يوزر اكاونت ماست نوت بي بيرميتد. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اعمل يوزر على الويندوز سيرفر، ولكن مثلا انا عامل يوزر عشان اخش بيه على الدومين كنترولر. خلاص كده، ما ينفعش ان اليوزر ده يستعمله اكتر من واحد. يعني مبقاش مثلا اليوزر ده عامله كريم يستعمله، احمد يستعمله، محمد يستعمله، كل دول اي تي في الاداره، بس بيستعملوا يوزر واحد عشان يخش على السيرفر. ما ينفعش، ده غلط. ليه؟ لانه انا في الحاله لو حصلت مشكله على السيرفر مش هعرف مين فيهم اللي كان داخل وقتها، لانه مفيش وسيله ما ان انا اعرف. مثلا هعمل يوزر مثلا واسميه اي تي، خلاص، واديه للثلاثه. خلاص، حصلت مشكله، اعرف بقى منين مين اللي كان قاعد ساعتها؟ ما اعرفش. يعني مش لان ساعتها الايفنت لوج بيكتب، او احنا قلنا الايفنت لوج ده مكان الويندوز بتسجل فيه كل اللي بيحصل عليها من اي حاجه. فبالتالي لما هاجي ابص على الايفنت لوج هيقول لي ان اليوزر اللي اسمه اي تي هو اللي عمل المشكله دي. طب مين بقى فيهم؟ لان هم في ثلاثه بيستعملوا نفس اليوزر، فغلط. هي فكره ان انا اعمل يوزر واحد على الاكتف دايركتوري او يوزر لوكال حتى على المكنه واخلي اكتر من واحد يستعمله، ده غلط. ليه؟ عشان حته الاكاونتابيلتي، حاسب مين، تمام. وفكره لو دخل على ملف او دخل على فولدر برضه هعرف مين، تمام. فدي فكره، لا، لازم لما اجي اعمل يوزر كل شخص له يوزر خاص بيه هو باسمه، عشان لما مثلا اقول مين اللي دخل عمل المشكله دي، ده اليوزر اللي اسمه كريم هو اللي دخل، اليوزر اللي اسمه احمد هو اللي عمل كذا، اليوزر اسمه محمد هو اللي عمل كذا. طيب، سؤال، هل في بعض الاحيان ممكن يوزر واحد يستعمله اكتر من شخص؟ في بعض الابلكيشنز او بعض البرامج بتحتاج حاجه زي كده. هو هنا الراجل بيقول لك ايه؟ لو حاجه زي كده هتبقى موجوده في المؤسسه بتاعتك، يبقى لو سمحت تكون عامل بيها ورق، يعني يكون كاتب مثلا عندك ورقه مكتوب فيها مثلا انا عندي يوزر مثلا اسمه كذا، البرنامج الفلاني بيستعمله، تمام، وفي اكتر من شخص بيستعملوا الاكونت ده. يعني انا مثلا عملت مثلا يوزر اسمه اي تي زي ما كنا بقولنا في الاول كده، هنقول مثلا اليوزر ده هيستعمله كريم ومحمد واحمد، فانا ببقى عارف ان خلاص ان الثلاث يوزرات دول مسؤولين عن الحته دي. صحيح انا مش عارف بالظبط مين، بس خلاص اقل الضرر ان انا ابقى عارف ان انا عندي يوزر زي ده ومين اللي بيستعمله. خلاص كده، واسجل كمان يعني اليوزر ده كمان هبقى عارف مين اللي بيستعمله، وهاخد بيه موافقه. يعني هطلع ورقه اقول يا جماعه مثلا ادي ورقه اهيك، يا جماعه يا بتوع الاداره انا عندي يوزر اسمه كذا وكذا واحد بيستعمله، خدوا بالكم ده موجود ولازم تكونوا موافقين عليه. خلاص كده. طيب، وفي نفس الوقت هتم مراقبته بشكل زياده شويه، لان اليوزر ده تمام بيستعمل من اكتر من شخص، فبالتالي لازم اراقب الموضوع ده اكتر شويه. المهم يعني بشكل عام لما نيجي نعمل يوزر ما نعملش يوزر واحد يستعمله اكتر من واحد، او يوزر يستعمله اكتر من شخص. يعني مثلا على سبيل المثال يا جماعه، مثلا ممكن نقول ايه؟ ممكن مثلا نقول ان انا عملت مثلا ايميل مثلا
لإدارة كاملة، مثلا ميل لإدارة الحسابات، خلاص كده خلاص، وبعدين خليت كل الناس اللي إدارة الحسابات يستعملوا الميل ده. لما تحصل مشكلة فيه أنا مش هعرف مين بالظبط صاحب المشكلة دي، ده بنتكلم على مستوى الميل. ما بالك بقى مثلا انت لو عملت مثلا جيت طقط في دماغك وقلت انا هعمل يوزر مثلا زي ما قلنا كده للاي تي، وكل بتوع الاي تي يستعملوه، وانا مش عارف. تمام كده، هي الفكره كلها يا جماعه، كل واحد يستعمل اليوزر بتاعه هو بس، تمام، وما كمان ما يديش اليوزر بتاعه لحد. يعني ما يجيش مثلا واحد، في بعض الاحيان انت مثلا بتكون ايه مثلا في مجال العمل، واحد عنده يوزر مثلا بيدخل على الانترنت خلاص كده، وفي زميله التاني ما بيخشش الانترنت، يروح عامل ايه مسلف زميله الباسورد بتاعته عشان يخش الانترنت. في الحاله دي اولا انا مش هعرف المشكله جت منين، لان انا دلوقتي عندي واحد بيعرف واحد التاني الباسورد بتاعته. لو حصلت مشكله ما، هفترض ان الشخص اللي مسلفه الباسورد بتاعته هو صاحب المشكله، او يعني مثلا نقول مثلا انا كريم سلفت احمد الباسورد بتاعتي، تمام، وحصلت مشكله باليوزر بتاع كريم. طيب هاجي بقى اقول اه تعالى يا كريم انت اللي عندك المشكله دي، في حين ان هو احمد واخد اليوزر بتاعه بيستعمله. فهي يا جماعه مساله ان احنا نشير مع بعض اليوزرات بتاعتنا دي برضو غلط، وفكره ان انا اعمل يوزر واخلي ناس اكتر من واحد يستعمله دي غلط. وقلنا لو هتعمل الكلام ده يبقى لازم يكون مكتوب ومتوافق عليه ومعروف بالظبط مين اللي بيستعمل اليوزر ده. وهو هنا حتى كاتب، لو بصينا هيقول لك ان في بعض الابلكيشنز بتطلب الكلام ده، او فيها بيقول لك ايه شيرد اكونتس ماي بي ريكوايرد باي ابلكيشن، في بعض الاحيان بتحتاج تعمل اكونت يستعمل فيه يستعمل عن طريق برنامج، والشيرد اكونت او الاكونت لازم يكون الناس كلها تعرفه. يعني على سبيل المثال انا فاكر مثلا ممكن يكون عندك برنامج مثلا خلاص، عشان تعمل عليه عمليه معينه هو يوزر واحد اللي بيعمل الكلام. على سبيل المثال عندي مثلا برنامج حسابات، عشان اقفل السنه هو يوزر واحد بس اللي بيقفل السنه، ما ينفعش ان هو السيستم عامله لك كده. يعني مثلا عندي برنامج حسابات بيقول ان في يوزر واحد هو اللي بيقفل السنه، وما اقدرش اعمل يوزر تاني يعمل نفس الحكايه، هو يوزر واحد بس، فبالتالي بدي الناس اليوزر ده يستعملوه. بس في الحاله دي ابقى عارف بقى مين الشخص اللي بيستعمله، تمام، او مين مجموعه الاشخاص اللي بتستعمله، خلاص كده، عشان ده مهم جدا في ان انا اعرف مين عمل ايه. يعني لو حصلت مشكله بعد كده على البرنامج ده مش هعرف مين، لانه في اكتر من واحد بيستعملوا اليوزر ده. المهم اهو بيقول لك must be approved by organization، يكون منظمه موافقه عليه، يكون documented يعني يكون مكتوب. وايه سبب ان انا عامل حاجه زي كده؟ ليه ان انا بخلي يوزر واحد يستعمله اكتر من شخص؟ اقول مثلا انه البرنامج ما عنديش فيها امكانيه ان انا اعمل حاجه معينه، مثلا اقفل السنه، ما اقدرش ان انا مثلا اكريت اكتر من يوزر يعمله تقفيل السنه، هو يوزر واحد بس والسيستم جابرني على كده مثلا، لازم اكتب who has access to the account، مين اللي عارف الاكونت ده ومين اللي عارف الباسورد بتاعته، عشان بعد كده لما تحصل مشكله ارجع بقى احقق معاهم كلهم. تمام كده، and how the risk of using shared account is mitigated to include monitoring account activity. يعني دلوقتي لو انت عندك account متشاير مع كذا واحد، يبقى لازم ان انت اولا تاخد موافقة المؤسسة اللي انت فيها، ثانيا تكتب الكلام ده في ورقة مكتوبة او في documentation او كلام مكتوب، وتقول انا ليه بعمل الحركة دي، لان مثلا عندي application او عندي برنامج طالب مني ان يبقى في user يستعمله كذا واحد، وما ينفعش ان انا اعمل حاجة في دي، ما ينفعش ان انا اغير في الحتة دي. خلاص، who has access to the account، مين بقى الناس اللي عارفه الاكونت ده بالاسامي اشخاص، تمام كده، وازاي هقدر اراقب بقى الاكونت ده. يعني على سبيل المثال قلنا برنامج الحسابات فيه يوزر معين بس هو المحتاج مثلا ان هو يقفل السنه، يبقى لازم ان انا اروح، تمام، ابقى كل فتره او البرنامج ده يكون عنده لوج، او يكون البرنامج ده في طريقه ان هو يسجل اللي بيحصل فيه، تمام، عشان اعرف ايه اللي بيحصل، اراقب الاكونت ده. تمام كده، طيب ده الفكره بتاعت الشيرد اكاونتس، ما ينفعش ان احنا نعمل اكاونت يستعمله اكتر من واحد، دي مفهومه ومعروفه. بنتكلم ده على مستوى الاكتيف دايركتوري او على مستوى اللوكال يوزرز على المكنه، تمام كده. والكلام ده يا جماعه ينفع للويندوز سيرفر 2019 والويندوز 10 الاثنين، يعني ده يمشي هنا وده يمشي هنا. وبيقول لك قلنا خلاص لو ما نعملش الحكاية دي، ولو هنضطر نعملها يبقى لازم ليها أسبابها، والكلام ده يبقى مكتوب ومعروف، تمام. هو الرجل بيتكلم انه هو اكاونت واحد بيستعمله اكتر من شخص، خلاص، راجل مصمم اهو. بيقولك ايه شيرد اكاونتس، يعني ايه اكاونتات متشيارة مع بعض، معروفة ان هو one or two people use the same user identification، خلاص كده. طيب نيجي بعد كده للتوصية اللي بعديها،
ويندوز سيرفر 2019 must deploy a deny all permit by exception policy to allow the execution of authorized software programs. يعني ايه؟ يعني في طريقة ان انا اقدر على الويندوز سيرفر 2019 اجبر الناس انها تستعمل برامج معينة او انها تشغل برامج معينة، واي برامج خارج اللي انا محددها ما تشتغلش. واحد يقول لي ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها الاب لوكر، ده اوبشن موجود في الويندوز سيرفر 2019 والويندوز 10، عن طريقه اقدر اجبر اليوزرز اللي شغالين على السيرفر او المكنة العادية ان هم يستعملوا برامج معينة، ولو حاب يستعمل برامج تانية خارج اللي انا محددها ما تشتغلش. طيب قلنا هنعملها ازاي؟ عن طريق الاب لوكر. طيب الاوبشن اسمه اب لوكر، هل هو ده لوحده؟ لا، بنعمل حاجة اسمها وايت ليست. يعني باجي بعمل ايه؟ بروح اقول مثلا عندي برنامج A و B و C و D، او عندي مثلا برامج 1 2 3 4 5، دول مسموح للناس انها تشتغل عليهم، خلاص كده. واخلي الاب لوكر اللي هو الاوبشن ده، يا اب لوكر بص البرامج دول هم دول اللي انت مسموح ان انت تخلي الناس تشتغل عليها. يعني الاب لوكر هو اللي هينفذ او هيبتدي هيعمل حاجتين. اولا الاب لوكر ده هو اللي هيقول اليوزرز يا جماعه انتوا مسموح لكم ان انتوا تشتغلوا بالبرامج الفلانيه، ولو حد حاول ان هو يستعمل برنامج غير اللي انا قايل له عليه الاب لوكر بيوقفه. يبقى الاب لوكر هو اللي هينفذ البوليسي دي. طيب الكلام ده ينفع على ويندوز سيرفر 2019 وينفع على ويندوز 10 عن طريق الاب لوكر، ودي انا هعمل لها فيديو مخصوص، تمام، هنناقش فيه ازاي الكلام ده بيتعمل، تمام. وفي دوكيومنتيشن او توصيات من مؤسسه اسمها NSA او ناشونال سيكيورتي ايجنسي، دي برضو تبع الولايات المتحده، ودي وكاله الامن العام، دي حاجه تبع المخابرات الامريكيه، دي عامله برضو البي دي اف دي او عامله التوصيه دي. فدلوقتي عندنا وكاله الدفاع الامريكيه، وعندنا وكاله نظم المعلومات الدفاعيه الامريكيه، وعندنا المؤسسه الثالثه اللي هي ايه، ناشونال سيكيورتي ايجنسي او مؤسسه الامن العام، خلاص. ودي بيقول انها جزء من المخابرات يعني حسب الكلام اللي انا قريته. المهم دي عامله بي دي اف حوالي 34 صفحه 29 34 مش متاكد، هنناقش فيها ازاي ان احنا نستعمل الاب لوكر، ازاي ان احنا نستعمل الاب لوكر في الويندوز سيرفر 2019 او الويندوز 10 في ان احنا نتحكم مين اليوزرات ترن برامج ايه او تشغل برامج ايه، تمام كده. طيب ده هنتكلم فيه فيديو، بس هو هنا بيقول لك ان انت لازم يكون عندك حاجه زي كده موجوده، يعني لازم ان اليوزرات ما يشتغلوش ببرامج يعني ببرامج على مزاجهم، لا انت بتبقى محدد لهم برامج معينه هي اللي تشتغل، خلاص كده. برامج المؤسسة، برامج الشركة، برامج محددة، اهم ده اهم حاجة. طيب انا عايز اعرف ان انا اذا كان في المؤسسة بتاعتي الموضوع ده متنفذ ولا لا، خلاص. يبقى تروح على الدومين كنترولر، خلاص، او تروح على الويندوز سيرفر ايا كان. يعني مثلا انت عندك مثلا سيرفر دومين كنترولر عليه ويندوز سيرفر 2019، دي اتش اس بي مثلا عليه نفس الحوار، ويندوز سيرفر 2019، تروح عامل رن كده لكوماند معين، هيقول لك اه الاب لوكر متفعل، الخاصيه دي متفعله على السيرفر ولا لا. لو متفعله هيقول لك تمام، طيب انا مفعل الخاصيه دي. طب هل الاب لوكر متحدد له برامج معينه تشتغل او ما تشتغلش؟ برضو ده هنقدر نعرفه، تمام. فعن طريق امر معين هقول له لو سمحت عرفني الاب لوكر شغال ولا لا، وعرفني اذا كان في هو محدد برامج معينه اشتغل عليها ولا لا. فخلاص فهنروح نران الكوماند ده على فين؟ على الدومين كنترولر، عشان ده على ويندوز سيرفر 2019، فمفروض ان انا اروح هنروح بقى طبعا على السيرفر ده عن طريق الويندوز ادمن سنتر يعني عن بعد، وبعدين ران الامر ده، خلاص. حاجه اسمها امبورت الموديول، دي هنا بحط الامر بتاع الاب لوكر او الكوماند بتاع الاب لوكر، بقول له لو سمحت جهز نفسك، ادي ده الكوماند بتاع الاب لوكر، عشان جايز يكون هو ما بيعرفش يتعامل مع الكوماند ده او الكوماند ده مش عنده، خلاص. بقول له لا خد الكوماند بتاع الاب لوكر، وبعدين هرن امر معين اقول له لو سمحت عايزك ان انت تطلع لي اذا كانت الاب لوكر شغال، عايزك تطلع لي لسته البرامج اللي الاب لوكر سامح لليوزر ان هو يستعملها، خلاص كده، او يقفل مثلا. هنا دلوقتي انا هروح اعمل ايه؟ هروح على البارتيشن السي بتاع الدومين كنترولر، وهعمل فولدر اسميه تمب، خلاص. الفولدر ده هيحصل فيه ايه؟ هيطلع جواه ملف او هيتكريت جواه ملف، الملف ده هعرف منه الاب لوكر سامح ايه البرامج اللي تشتغل على الدومين كنترولر او ايه البرامج اللي ما تشتغلش، خلاص كده. تعالوا نشوف بقى القصه دي هتتم ازاي. يعني احنا خلاص كريتنا الملف، نروح بقى دلوقتي نرن امر معين، احنا كده خلاص عملنا ريفرش، وطبعا عشان اوصل للسي زي ما انتم شفتوا كده على الدومين كنترولر زي رن، واكتب له اسم السيرفر، وبعدين احط له بارتيشن وعلامه الدولار،
اللي يقدر يخش بالحركه دي هو الدومين ادمن او اللوكال ادمنستريتور على المكنه. طيب ايه بقى اللي تم هنا؟ حطينا امر قال لو سمحت انا عايزك تطلع لي الاب لوكر بوليسي وتحطها في الفولدر اسمه تمب اللي احنا لسه عاملينه. الملف ده هيقول لي اذا كان الاب لوكر متفعل على الدومين كنترولر ولا لا، واذا كان متفعل اذا كان في بوليسي معينه موجوده هل هو مثلا سامح لبرامج معينه انها تشتغل ولا لا. خلاص كده، فخلينا نشوف هل في فعلا حاجه زي كده متفعله عندي ولا لا. نروح نفتح الملف ده ونشوفه. ده بيتفتح على فكره بالانترنت اكسبلورر عادي، يعني لو رحنا على السي اهو خلاص نفتح كده نقول له لو سمحت ادي التمب، نرايت كليك ونفتحه بالانترنت اكسبلورر. تمام اهو، طيب هنا نلاحظ حاجة، هنا الملف فاضي. يعني لو رجعنا حاجة بسيطة كده كمان، بصوا هنا ايه، هنا الملف لو رجعنا برضو حاجة تانية كده بصوا اه مفيش اي حاجة خالص، هو قال ابلوك بوليسي 1 ومفيش اي حاجة تحت. معنى كده ان انا لا مفعل الابلوكر تمام، ولا حاطط قايل له يعمل ايه، ايه اللي ايه البرامج اللي شغالها وايه لا. خلاص كده. طيب قلنا هنخصص فيديو للموضوع ده، فيديو ممكن يقعد له مثلا بتاع ساعة عشان ازاي نعمل الحركة دي، ازاي ان احنا نفعل خاصية الاب لوكر ونديله وايت ليست. وايت ليست دي يعني ليست بالبرامج المسموح لها انها ترن على فين، على السيرفر. خلاص، مين بقى اللي عامل السياسة دي، او مين او مين هنمشي على خطوات ايه، على توصيات مين؟ على مؤسسة اسمها NSA. اهو ده هتشوفوا البي دي افاية دي، انا حاططها لكم في لينك في وصف الفيديو طبعا مع كل الملفات واللي احنا استعملها في اللاب ده. اهي مشكله اسمها ناشونال سيكيورتي ايجنسي، خلاص دي عامله لها بي دي افايه عباره عن 29 كام 30 46 صفحه، ازاي ان احنا نعمل اب لوكر، ازاي نفعل اب لوكر، وازاي ان احنا نعمل وايت ليست او ليست بالبرامج اللي هتشتغل. تمام، ده الكلام ده هنعمله على الويندوز سيرفر 2019 والويندوز 10. هخصص لها فيديو كامل زي ما بقول لكم، وهنشوف الكلام ده بيتم ازاي. طيب خلاص ادينا عرفنا القصة، التوصية دي خلاص، يبقى التوصية الاولانية عرفناها والتوصية التانية عرفناها. خلاص التوصية التالتة هنا بيتكلم على ايه، حاجة اسمها Trusted Platform Module. طيب قال لك اي سيرفر عليه السيستم او النظام اللي اسمه ويندوز سيرفر 2019 ومجون الدومين، يعني اي سيرفر تمام جوه دومين والسيرفر ده عليه نظام اسمه ويندوز سيرفر 2019، لازم يكون السيرفر ده الهاردوير بتاعه او مكوناته لازم يكون في حاجه اسمها تراستد بلاتفورم موديول. يعني ايه؟ الجهاز نفسه في المذر بورد بتاعت الجهاز لازم يكون في شريحه اسمها تراستد بلاتفورم موديول. ايه وظيفه الشريحه دي؟ الشريحه دي وظيفتها في الحياه انها تخزن مفاتيح التشفير. يعني ايه تخزن مفاتيح التشفير؟ انت جيت دلوقتي جيت على مثلا مكنه عليها ويندوز سيرفر او سيرفر على ويندوز سيرفر 2019 عايز تشفر الملفات اللي عليه. خلاص؟ هتستعمل حاجه اسمها بيت لوكر، ده برنامج على الويندوز. خلاص هتشفر بيه الهارد او البيانات اللي موجوده على السيرفر. طيب مفتاح التشفير ده، يعني انت دلوقتي شفرت خلاص، هتشفره بمفتاح اسمه مفتاح التشفير. عايز تفك التشفير لازم تستعمل المفتاح ده تاني. طيب المفتاح التشفير ده بيتخزن فين؟ بيتخزن في شريحه على المذر بورد بتاعه السيرفر، خلاص اسمها تي بي ام. طيب نفترض انها مش موجوده، بتتخزن على برنامج جوه الويندوز. طيب هو هنا بيقول لك انه يفضل ان مفاتيح التشفير تتخزن على هاردوير، على حاجه ملموسه مش سوفت وير. يعني هاردوير هنا بيتكلم ان لازم تتخزن على شريحه مش تتخزن في برنامج. البرنامج سهل اختراقه، انما الشريحه اللي اسمها تي بي ام دي صعب جدا اختراقها. فادي وظيفه من وظائف التي بي ام، ان هو يخزن مفاتيح التشفير بتاعه تشفير البيانات، وكمان بيخزن مفاتيح التشفير اللي خاصه بتشفير اليوزر نيم والباسوردز. في حاجه في الويندوز سيرفر 2019 اسمها كريدنتال جارد. ايه الكريدنتال جارد دي؟ دي مسؤوله انها تخزن اليوزرات والباسوردات بتاعتك، مش بتخزنها وبس، بتخزنها وتشفرها. خلاص كده. طيب برضو مفتاح التشفير بتاع تشفير الباسوردات واليوزرات دي بيتحط فين؟ على التي بي ام. فالتي بي ام يعني المخزن مفاتيح التشفير. خلاص كده، وعلى فكره اختراقه صعب جدا جدا جدا. خلاص كده. طيب هل انا ممكن مثلا اشفر اليوزرات والباسوردات بتاعتي واحطها في برنامج؟ ممكن، وده برضو اقل امنا. هو هنا الراجل بيتكلم على انه لازم يكون اي جهاز، احنا هنا بنتكلم على سيرفر او مكنه عاديه، وانت بتشتريه عرف الراجل، اسال الراجل لو سمحت
الجهاز ده المذر بورد بتاعته عليها تي بي ام، دي مهمة عشان كل مفاتيح التشفير هتتخزن عليه، وده يأمن لك الموضوع تماما. فكرة ان محدش هيقدر ان هو يعمل يفك تشفير البيانات اللي انت مشفرها على الأجهزة دي. خلاص كده، ففكرة انت يكون عندك الشريحة دي على المذر بورد ده مهم جدا، سواء سيرفر او سواء مكان عادي، واللابتوبات كمان. يعني احنا بنتكلم على الديسك توب اللي هو المكان الثابت، او اللابتوبات اللي هي برضو محمولة، او السيرفرات. خلاص كده، فانا عايز اعرف، احنا قلنا ان في طريقة كنا شرحناها قبل كده في ويندوز 10، ازاي ان انا اخش اعرف اذا كان عندي الجهاز بتاعي ده عليه تي بي ام ولا لا، عليه شريحة تي بي ام ولا لا، عن طريق كوماند معين كده بنضربه في الويندوز بيقول لي، او عن طريق ان انا افتح الرن ورن امر معين تمام يطلع لي يقول لي اذا كان التي بي ام ده موجود ولا مش موجود. المهم هو الراجل هنا برضو بيقول لك لو سمحت كل السيرفرات اللي موجود عندك اللي عليها ويندوز سيرفر 2019 لازم يكون فيها تراستد بلاتفورم موديول. خلاص كده، فدي برضو من الحاجات المهمه جدا، فكره ان لازم اكون عندي تي بي ام تمام. بس هنروح على الرن ونكتب الامر ده تي بي ام دوت ام اس سي، لو طلع شاشه وقالت لك ان هو موجود اوكي، لو طلعت الشاشه قالت لك ان هو مش موجود يبقى كده تمام. خلاص كده، بس ادي كل القصه كلها. يعني هروح على الدومين كنترولر وين رن الامر ده. خلاص، مش لازم دومين كنترولر طبعا هنا ما عليهوش واجهه رسوميه، بس كل اللي هيحصل ان احنا هنكتب في الكوماند برومبت الامر ده بس. خلاص ادي كل القصه كلها. انا عايز بس اعدي كده شويه، نعدي برضو الكلام هنا. طيب خلينا نكمل كمان، ماشي، خلينا بقى نيجي هنا برضو نكمل الحته دي. خلاص قلنا هنروح على الرن تمام، يعني دلوقتي هروح على الرن كده اهو. انا مثلا عايز اعرف في عندي تي بي ام ولا ما عنديش، هروح اقول له كده مثلا اهو واقول له رن. بصوا معايا انا هعمل ايه، هروح كده واقول له رن. خلاص تي بي ام دوت ام اس سي، خلاص كده اهو. ايه اللي حصل هنا؟ هنا بيقول لك ايه، ويندوز كمبيوتر كونتيننج ا تراست بورن تي بي ان از ريدي فور يوز وذ ريدوس وذ ريدوسد فانكشناليتي. طيب انا هنا عندي عندي تي بي ام، عندي شريحه تي بي ام، ده لابتوب عندي. خلاص كده، هنا ظاهر هو بيقول لك ان عندك ستاتس ريدي، يعني انا عندي. خلاص كده، طيب افرض ان انا مثلا على الدومين كنترولر اللي هو مفروض عليه واجهه مش رسوميه، احنا قلنا عليه اوامر، فهروح على السي ام دي عادي خالص ونكتب نفس الامر تي بي ام دوت ام اس سي، بعده نفس الكلام هيروح مطلع علينا ده، فهعرف هنا اذا كان في تي بي ام ولا لا. هنا اهو تي بي ام مانيفاكتشرر، ده الراجل عامل الشريحه اسمه انتس المانيفاكتشرر كذا سبيسيفيكيشن فيرجن رقم 2. المهم دي جاهزه، انا عندي تي بي ام هي هنا، عندي شريحه. خلاص كده، انهانسد ذيس سنابين مش عارف كذا. طيب خلاص، يعني انا كده عندي شريحه التي بي ام. وبالمناسبه يا جماعه اغلب اللابتوبات بيبقى عليها الشريحه دي، والسيرفرات واغلب المكن كمان. المهم نيجي للتوصيه اللي بعديها، ويندوز سيرفر 2019 ماست بي مينتيند ات سبورتد سيرفيسنج ليفل. يعني دلوقتي احنا قلنا انه كل سيستم وله فتره معينه اسمها دوره حياته. يعني ايه دوره حياته؟ يعني السيستم ده بيفضل شغال لفتره ومايكروسوفت بعد كده بتكهنه بالبلدي كده. يعني مثلا على سبيل المثال الويندوز اكس بي فضلت شغاله سنين، وجات فتره مايكروسوفت قالت لك خلاص انتهى السيستم ده انا مش هستعمله تاني. يعني ايه الكلام ده بالمفاهيم التقنيه؟ يعني السيستم ده لو ظهرت فيه ثغرات، اولا السيستم ده انا مش هحدثه، يعني مش هطور فيه. ثانيا مش هضيف له حاجات جديده او هضيف له اوبشنز زياده او هطور فيه تمام، ولو ظهرت ثغرات امنيه فيه مش هعالجها. فالويندوز اكس بي حصل فيه الكلام ده، والويندوز 7 حصل فيه الكلام ده، وانا شايف ان الناس لازالت بتستعمل ويندوز 7 يا جماعه السيستم ده غير مؤمن وفي مشاكل كتير محدش يستعمله. طيب نيجي للويندوز 10، الويندوز 10 ماشي على نفس المبدا. طب واحد يقول لي ما الويندوز 10 لسه شغال لحد اللحظه، ده لو الويندوز 10 بينزل منها نسخه واحده، الويندوز 10 نزل منها اكتر من نسخه. يعني ايه نزل منها اكتر من نسخه؟ يعني انت بتشوف الواجهه ان ويندوز 10، لا ويندوز 10 وبص في حاجه اسمها فيرجن النسخه. ويندوز 10 ابتدت سنه 2015، نزل منها اول نسخه اسمها ويندوز 10 فيرجن 15.7. خلاص كده، حاليا في نسخه ويندوز 10 فيرجن 21H1. من 15.7 ل 21H1 نزل حوالي 12 نسخة ويندوز 10. مين منهم اللي مايكروسوفت كهنته تمام
احنا قلنا 12، اللي فاضل منهم بس شغالين 4، يعني كام واحدة؟ نقص 12 من 4 يبقى عندك في حوالي 8 9 10، يعني عندك 8 نسخ ويندوز 10 اتكهنت خلاص، مفيش غير نسخة واحدة بس او 4 نسخ هم اللي شغالين، ومايكروسوفت بتطورهم تمام وبتدعمهم. يعني ايه بتدعمهم؟ يعني لو في ثغرات امنية هي ملزمة انها تعالج لك الثغرات دي. طيب الويندوز سيرفر نفس الكلام، ويندوز سيرفر برضو له دورة حياة، يعني على سبيل المثال الويندوز سيرفر 2008 انتهى خلاص ما بقاش مستعمل ومايكروسوفت مش هتدعمه تاني، وويندوز سيرفر 2012 خلاص على وشك، ما كانش خلاص فعليا بطلوا يستعملوه، مش متأكد بالظبط. يبقى فاضل لك مين؟ الويندوز سيرفر 2016 والويندوز سيرفر 2019، دول لازالوا شغالين لحد اللحظة. طيب امتى هيخلصوا؟ يعني امتى اعرف انا امتى ان الويندوز سيرفر 2019 دي هتخلص امتى؟ خلاص كده. طيب نبص كده بصه، نروح داخلين ونبص بص على الكلام، نحب نعمل مثلا ايه سيرش هنا، نقول له ويندوز سيرفر 2019 لايف سايكل، خلاص كده، او نقول له اهي لايف سايكلز دي يعني دوره حياته هيخلص امتى. نبص مايكروسوفت قايله ايه هنا في القصه دي. طيب ويندوز سيرفر 2019 ابتدى اتعمل له ريليس، يعني نزل سنه 2018 في نوفمبر 13، تمام، يخلص امتى؟ يخلص رسمي يناير 2024. خلاص يعني عندك كام سنه؟ 2019 20 21 22 23 24، يعني 6 سنين خلاص كده، وممكن يتمد لحد 2029. كويس كده. طيب اديني عرفت. طيب المعلومه دي فادتني بايه؟ فادتني ان انا لازم السيستم اللي هينزل على السيرفرات يكون اللايف سايكل بتاعته انا عارفها، يعني ما اجيش مثلا على سبيل المثال انا مثلا دلوقتي سنه مثلا 2025، يعني ربنا طول في عمرنا ان شاء الله ووصلنا ل 2025، ما اروحش مسطب النسخه دي لان هي خلاص انتهت 2024. واحد يقول لي هي 2029، لا هنفترض جدلا انها 2024، ما اجيش انا مسطب نسخه ويندوز سيرفر 2019 والنسخه دي خلاص انتهت، مايكروسوفت مش هتنزل لها تحديثات ولا هتطورها، بالذات موضوع تحديثات الامن لان بيحصل ثغرات امنيه كتير. ومش كده وبس، افرض مثلا مشكله حصلت فيه زي مشكله مثلا البرنترات اللي حصلت في الويندوز 10، ما هي مايكروسوفت عالجتها، بس لو السيستم ده مش شغال او مش مدعم مش هتعالج لك المشكله من اساسه. فلازم وانا بسطب النظام على السيرفرات اعرف النظام ده مدته ايه. طيب ده مفيد في ايه؟ مفيد ان انا اعرف مثلا يعني انا سطبت السيرفر ده او السيستم ده 2018 واحنا السنه دي 2022، يعني انا فاضل لي بالظبط سنتين ولازم ان اغير النظام ده او اشوف نسخه احدث من النظام ده. خلاص ومش كده وبس، بناء على برضو القصه دي هقدر اعرف انه السيستم الجديد مثلا محتاج هاردوير مختلف، فانا كده برتب بقى افكاري كلها الابجريد، هعرف امتى اعمل ابجريد او انا اطور سيرفراتي بناء على السيستم هيخلص امتى. السيستم هنا مثلا هيخلص 2024، يبقى انا مفروض ان قبل كده او لما اوصل للمرحله دي قبلها بسنه مثلا او كده اروح ايه مجهز نفسي، في مثلا نزلت نسخه مثلا ويندوز سيرفر 2022 اروح ابص هتخلص امتى واشوف الهاردوير اللي هي عايزاه ايه، الرامات والبروسيسور وبتاع، واجهز نفسي اعمل بلان بتاعتي واخطط هعمل ابجريد امتى. الكلام ده يمشي على السيرفرات ويمشي على الورك ستيشنز تمام، وبرضه يمشي على اي حاجه تانية، يمشي مثلا على السويتشات والراوترات، كل الكلام ده كله لازم يتعمل برضه، اعرف السويتشات دي لسه شغاله ولا لا، لسه مدعمه السيستم بتاع. يا جماعه السويتشات والراوترات ملهاش نظام تشغيل زي الويندوز كده، ليها حاجه مشابهه، يعني مثلا السويتشات في حاجه اسمها فريم وير، الراوترات في حاجه مختلفه شويه، بيشتغلوا لينكس مثلا سيستم لينكس، الفاير وول سيستم لينكس، فكل الانظمه دي برضه ليها مده محدده تمام كده، وبيشتغل على هاردوير محدد، لما بيتطور لو الانظمه دي بتتطور الهاردوير بتاعها بيتطور، فبالتالي لازم ابقى حاطط لنفسي خطه ان انا امتى هطور الانظمه اللي عندي وهطور الاجهزه اللي شغاله عليها الانظمه دي. طيب تقريبا امتى؟ يعني قول مثلا نعمل الكلام ده كل قد ايه؟ بصوا بالنسبه للسيرفرات والمكن العادي كل 3 سنين، ده يعني كحاجه كنت انا شغال فيها، كل 3 سنين افكر في حته الابجريد. واحد يقول لي يا عم كل 3 سنين اغير السيستم بتاع السيرفرات وسيستم الاجهزه، ده 3 سنين، ممكن خليها عام 6 سنين، مش هنقول بس يعني خلينا بس نمد شويه، بس هي 3 سنين ده مناسب، يعني لان فعلا في خلال 3 سنين بيتغير الهاردوير اكتر من مره وبيتغير السوفت وير كمان اكتر من مره. ومايكروسوفت بالمناسبه يا جماعه اغلب الويندوز 10 اللي بينزل بيبقى مده السبورت بتاعه او دورته في الحياه 3 سنين بس، السيرفرات مدتها اطول شويه خلاص كده.
فخلاص انا مثلا حاطط دلوقتي ويندوز سيرفر 2019 على المكنه، داتا كور خلاص كده، دي تنتهي 2024. يعني انا قدامي بالظبط سنتين ولازم اغير نسخه السيستم دي على كل السيرفرات اللي عندي خلاص كده. طب اعرف منين النسخه دي اخبارها ايه، او اعرف منين الفيرجن دي، او انا عارف احنا دلوقتي قلنا ان الويندوز 10 ليها نسخ والويندوز سيرفر برضه ليه نسخ، عايز اعرف النسخه بتاعه الويندوز سيرفر دي كام بالظبط، هروح رايح كده واكتب امر اسمه وين فير اهو، خلاص اهو اهو وين فير هنا بيقول لك ادي نسخه الويندوز دي ويندوز 10 خلاص فيرجن 18.03 خلاص كده. طيب على الدومين كنترولر بتاعنا اللي هو ما عليهوش واجهه رسوميه، هروح رايح في الكوماند في السي ام دي واكتب برضو وين فير اهو، وين فير اهو برضو طلع لي نفس الحكايه خلاص كده. الويندوز سيرفر 2019 رمز الطابها دي مفروض انها فيرجن 18.09، دي ممكن نعرفها زي ما بنقول من الوين فير الامر ده خلاص كده. طب خلاص فهمنا دلوقتي ان احنا لازم ان احنا نفهم النسخه بتاعه الويندوز سيرفر دي متحدثه او هتفضل معايا قد ايه خلاص كده، فدي عرفناها دي عرفناها. فاعتقد ان انا ممكن ازق شويه في الموضوع ده لانه نكمل معلش في الحته دي برضو وين فير نكمل برضو، ثواني يا جماعه ثواني اهو خلاص نكمل تاني مش كل ده لت وعجن خلاص. هنا بقى اللي بعده او التوصيه اللي بعديها ان الويندوز سيرفر 2019 ماست هاف ان انتي فايروس، طبعا طبيعي اي سيرفر او اي مكنه عاديه لازم يكون عليها انتي فايروس عشان يحميها من الفيروس، طبيعي جدا. طيب الطبيعي الويندوز لما بتيجي او بتسطبها سواء ويندوز سيرفر او ويندوز 10 بيبقى عليها انتي فايروس معاها اسمه الديفندر، ويندوز ديفندر طبعا ده افشل انتي فايروس ممكن تشوفه في حياتك، فما تعتمدش عليه في الحمايه خلاص. انما لو ما قدامكش غيره امر الله، بس لازم ان انت في فتره من الفترات تجيب انتي فايروس تاني، اذا كان مثلا في كاسبرسكي، اذا كان في مكافي، اذا كان في نورتون، ايا كان خلاص كده. طيب اعرف منين ان عندي انتي فايروس؟ ممكن اشوفه بالبروجرام، اروح في البروجرامز او كنترول بانل بروجرامز اند فيتشرز واشوف، او ممكن اعمل كوماند او اضرب كوماند في الباور شيل يقول لي الانتي فايروس اللي متسطب على المكنه دي ممكن. فهو هنا الراجل بيقول لك، يعني الراجل عايز حته ان انت تعمل تتاكد ان السيرفر عليه انتي فايروس، هتروح رايح بصوا هنا عامل ايه الراجل اهو، هتكتب الامر ده وتحط اسم الانتي فايروس في المنطقه دي، هنا مثلا ديفندر خلاص، هنا مثلا مكافي، هنا مثلا سيمانتك خلاص كده، اديله الامر ده، وبعد ما تديله الامر ده هيطلع لك يقول لك مثلا في انتي فايروس فعلا موجود بالاسم ده ولا لا، وشغال ولا مش شغال خلاص كده. فهنروح على الدومين كنترولر ونرن الامر ده، طبعا انا عندي ديفندر انا ما عنديش حاجه ثانيه يعني خلاص كده. فخلاص عايزين انتي فايروس مسطب على السيرفر ده طبيعي، ولو ما فيش يبقى لازم ان انا اعمل حسابي يكون فيه، لان دي سيرفرات فلازم طبعا يكون عليها انتي فايروس محترم، يعني دي الفكره. طيب هناخد الامر ده كله كده على بعضه، بس مش كله، مش هو ده يعني السطر كله خلاص. فطبعا شايفين يا جماعه الباور شيل فيها كوماندات مفيده جدا ممكن ان احنا نستفيد بيها ونطلع بيها معلومات احنا عايزينها. تمام انا قاعد مثلا في مكتبي وعايز اعرف في مكنه بعيده عني عايز اعرف عليها انتي فايروس ولا لا خلاص، فبروح على اللي هو الويندوز ادمن سنتر ونروح على الدومين كنترولر ونفتح باور شيل عليه ريموتلي عن بعد ونروح ندوس الامر ده، ندوس انتر. طيب هنا الراجل قال لك ايه؟ هنا الراجل قال لك انه انا عندي الويندوز ديفندر انتي فايروس راننج شغال، ويندوز ديفندر انتي فايروس نتورك انسبكشن سيرفيس، دي جزء تاني من الانتي فايروس، يعني ده جزء له علاقه بالانتي فايروس بشكل عام، وده له علاقه بالانتي فايروس عن طريق الفيروس اللي بتنتشر في الشبكه، نتورك انسبكشن سيرفيس هنا بيبتدي بيفحص الشبكه خلاص كده. الاثنين دول شغالين. في حاجه اسمها ادفانس ثريت بروتكشن، دي علاقه بالمالوير وهتلاقيها واقفه ممكن تبقى تفعلها لو عايز. وفي الفاير وول، اصل يا جماعه الويندوز ديفندر ده انتي فايروس وجدار ناري في نفس الوقت خلاص كده. فالويندوز ديفندر جدار الناري شغال، الانتي فايروس شغال، بس الخدمه بتاعه المالوير او بتاعه المالوير بتاعه الديفندر مش شغال، براحتك بقى خلاص كده. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، لازم يكون عندي على السيرفرات تحديدا لازم يكون عليه انتي فايروس، وكمان المكن العادي يعني ده مش 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 بدعه يعني ده طبيعي ومنطقي، ما ينفعش انا اسيب مكنه ما عليهاش انتي فايروس سواء مكنه عاديه او سيرفر. طيب في حاجه تانية اسمها
host based intrusion detection او prevention. طيب في حاجه اسمها host based intrusion detection، ده نظام، وظيفة النظام ده ان هو يحميك من الاختراق. ازاي؟ بان انا راقب السيستم اللي انا نازل عليه. انا دلوقتي عندي سيرفر عليه ويندوز سيرفر 2019، منزل عليه سوفت وير او برنامج اسمه هوست بيز انتروجن ديتكشن. وظيفه البرنامج ده ان هو يراقب كل شارده ووارده جوه السيستم، مين اللي بيخش على موارد الجهاز، الملفات، كل حاجه يبص عليها، ولو حس ان في حاجه مش مظبوطه ينبهك. ده اسمه هوست بيز انتروجن ديتكشن. طب ايه الهوست بيز بريفنشن سيستم او هوست بيز بريفنشن سيستم؟ ده عباره عن، احنا قلنا الاولاني بيراقب وبينبهك، التاني بيراقب وينبهك ويوقف. ده الفرق ما بين ال HIDS او ال HIPS. HIDS يعني Host Intrusion Detection System. Detection يعني تحقق او تفحص يعني، خلاص كده. Prevention يعني منع. هنا بيقولك لازم يكون عندك سيستم زي ده موجود. طيب حلو قوي. انا كان عندي مكافي موجود على السيرفر، المكافي ده يعتبر انتي فيروس وفي نفس الوقت Host Intrusion Detection، خلاص كده، ده كويس قوي. وفي نفس الوقت عندي فاير وول اللي هو مين، الفورتي جيت او السوفس، ده فيه برضه هوست انتروجن ديتكشن. فبالتالي انت كده مأمن نفسك، السيرفر عليه سوفت وير عليه هوست انتروجن ديتكشن وانتي فايروس، والفاير وول كمان عليه هوست انتروجن ديتكشن، يبقى انت كده مأمن نفسك من ناحيتين. ويفضل طبعا، يفضل ان يكون عندك فاير وول عليه خاصيه الهوست انتروجن ديتكشن عشان يحمي الشبكه كلها. ويبقى الخط الدفاع التاني ان يكون عندك على كل مكنة انتي فيروس، وفي نفس الوقت ممكن يكون انتي فيروس ده من وظائفه ان هو يبقى هوست انتروجن ديتكشن. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ مكافي ونورتون اعتقد، ما اعرفش كاسبرسكي فيه الكلام ده ولا لا. المهم هو هنا بيشوف الاكتيفيتي، هو وظيفة السيستم ده ان هو بيراقب الجهاز بتاعك بشكل عام، مين اللي بيخش على، او هنا بيتكلم ايه، ايه وظيفة الحكاية. The defense against unauthorized access to critical servers. طبعا هو بيمنع الدخول للسيرفرات الحساسه. With proper configuration and logging such a system can stop or alert for many attempts to gain unauthorized access to resources. هو بيراقب الجهاز بشكل عام، مين بيخش على الملفات المهمه على السيستم، مين بيخش على الفولدرات المهمه اللي على السيستم، في حد في الشبكه بيكلمك، الراجل ده غريب، الاي بي بتاعه غريب مش مظبوط، في كده حاجات معينه هم بيعرفوها. خلاص طيب ده برضو مهم، يبقى عندك انتي فايروس وهوست انتروجن ديتكشن. دي سهله، اخش على جوجل واكتب له انا عايز هوست انتروجن ديتكشن، خلاص كده. طيب نيجي لحته مهمه تانية، حته انه الويندوز سيرفر. انا دلوقتي بسطب الويندوز سيرفر ده على هارد ديسك، ويندوز سيرفر 2019 على هارد ديسك. الهارد ديسك ده لازم يكون معمول بفايل سيستم او بنظام اسمه ان تي اف اس، او لازم افرمته واقسمه عن طريق سيستم اسمه ان تي اف اس. طيب ليه؟ لان ان تي اف اس ده بيديني فرصه ان انا الملفات بعد كده اللي هتحط على الهارد ديسك ده ممكن احط عليها صلاحيات، اقول له ادخل على ده ما تدخلش على ده. هو كده، هو الراجل بيقول لك لو سمحت لو هتسطب ويندوز سيرفر 2019 على هارد ديسك على السيرفر لازم يكون الهارد ديسك ده متقسم ومعمول بنظام اسمه ان تي اف اس، خلاص كده. طيب نتاكد طيب منين بقى ان ايه، ان السيستم بتاعنا ده عليه ان تي اف اس، او ازاي اتاكد ان الدومين كنترولر عندي عليه ان تي اف اس؟ ببساطه هوريكم ازاي نقدر نعرف الكلام ده. الكلام ده على فكره يا جماعه يمشي على الويندوز سيرفر ويمشي على الويندوز 10 الاثنين، يعني الهارد ديسكات اللي محطوطه على الويندوز 10. هنا انا رحت فين دلوقتي؟ رحت على السيرفر بتاعي RACC01 على الكمبيوتر مانجمنت وديسك. هنا دلوقتي في ايه؟ هنا الراجل كاتب عندك بارتيشنين، انا عندي هنا، سوري يا جماعه، عندي هنا على الدومين كنترول عندي اثنين هارد ديسك لو تفتكروا في بدايه اللاب، واحد سي على السيستم والتاني دي، خلاص الاثنين دول الفايل سيستم بتاعهم ان تي اف اس. لازم اتاكد ان الاثنين ان تي اف اس. ليه؟ عشان ان تي اف اس اقدر عن طريقه السيستم ده او النظام ده في تقسيم الهارد وتظبيطه بيخليني اقدر انا احط صلاحيات على الملفات. يعني على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال خليني اجي هنا اهو كده ونبص. انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال الاول اكد لكم مثلا ان انا عندي اهو، لو رحنا كده مثلا على الدي عندي اهو، خلاص هقول لكم مثلا فين اهو، رايت كليك مثلا وبروبرتيز، خلاص نروح على بس يعني معرفش راحت فين، اعتقد اختفت باين، ثواني اقول له بروبرتيز كده يعني كده اهو. بصوا يا جماعه هنا بيقول لك ايه، السيستم ان تي اف اس. طيب مثلا خلاص، وده برضو ان تي اف اس بالمناسبه يعني كده اهو، لو قلنا له بروبرتيز برضو
اهو انت اف اس خلاص كده. طيب هاجي مثلا على اي ملف، هاجي مثلا على ملف ده ملف مضغوط على الهارد ديسك عندي خلاص، هاجي اقول له بروبرتيز في السكيورتي ده، دي صلاحيات كريم ده اليوزر اللي داخل حاليا له فول كنترول على الملف ده خلاص كده. السيستم ده يوزر بتاع الويندوز له صلاحيات كامله على الملف ده. ادمنستريتورز دي جروب موجوده خلاص جوه الجهاز عندي، دول برضو لهم صلاحيات، اي عضو في الجروب دي برضو له صلاحيات كامله على الفولدر ده او على الملف ده. فزي ما انتم شايفين هنا انا ممكن انا اتحكم الفولدر ده او الملف ده مين يعمل ايه عليه عن طريق السكيورتي، ودي ما كانتش هتظهر لو ما كانش الهارد ديسك بتاعي ان تي اف اس. فهنا مثلا ممكن اقول له كريم مثلا بدل ما فول كنترول يعني يعمل كل حاجه، لا انا عايزه بس ان هو يقرا بس، لا يكتب عليه يعني ما يعدلش فيه ولا يعمل عليه اي حاجه خالص ولا يعرف يدلته خلاص. فدي ما كانتش هتظهر لو ما كانش عند حضرتك فكره الان تي اف اس خلاص. طيب ادينا اتاكدنا برضو، والكلام ده يمشي فين؟ على السيرفرات وعلى المكان العادي. طيب نيجي للتوصيه اللي بعديها خلاص، ودي غالبا يا جماعه اللي احنا هنقف عندها هنا، بس خلينا بس نكمل الاول. هنيجي للحته دي هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان السي، احنا قلنا دلوقتي يا جماعه لما عايز اسطب نظام سواء ويندوز 10 او ويندوز سيرفر تمام، النظام بينزل فين؟ غالبا بينزل في حته اسمها السي في الهارد ديسك، حاجه اسمها السي، فالسي دي فيها النظام كله. طيب مين بقى بيخش على النظام ده؟ مين من اليوزرات عندي على الدومين او لوكال مسموح له يخش عليه ويعدل فيه ويلعب فيه؟ دي لازم ابقى عارفها، لازم ابقى عارف عن طريق هكتب امر معين هعرف مين اللي له الكلام ده، مين اللي له صلاحيات على الحته دي، دي مهمه جدا خلاص. فانا عايز اتاكد الموضوع ده، مين له صلاحيات يخش على الحته دي او ما يدخلش. اعتقد ان احنا هنقف عند الجزئيه دي خلاص، ونناقشها ان شاء الله المره اللي جايه. يعني دلوقتي بس خلينا نقفل كده، هنقفل كل الكلام ده كله، هنقف عند الحته دي. هنا مثلا على سبيل المثال المره الجايه ان شاء الله هنا مثلا هنعرف مين المسموح له يخش على السي، سواء السي بتاع الويندوز سيرفر 2019 او السي بتاع الويندوز 10، ودي كنا قلناها قبل كده، مين مسموح له من اليوزرات يخش عليه سواء يوزرات على الدومين او يوزرات لوكال. فكده يبقى ده اخر حته في الفيديو، وهنقف عند التوصيه دي، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، لو في اي تساؤل ممكن تكلموني على قناتي على التليجرام او على الواتساب، تتواصلوا معايا على الواتساب او عن طريق اليوتيوب شانل او عن طريق الفيسبوك. ويا جماعه اللي حاسس ان هو عايز يستزيد من الماده دي وحاسس ان انه محتاج اكتر وحب ياخد كورس خاص او برايفت، انا تحت امره، يتواصل معايا ونشوف نقدر نعمل ايه او نشوف اقدر اعمل ايه. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.